أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لقد أعطيت زكاة الفطر لأحد العمال، عمال النظافة، ولا أعلم هل هو مسلم أو كافر، فهل علي في ذلك شيء؟ لا، ما يصلح أنك تعطيه وأنت ما تدري هو مسلم ولا كافر، تقضيها إذا علمت أنه مسلم تعطيها إياه، أما تعطيها كافر ما تصح. نعم.